هنكمل بقى الديتيلز. الديتيلز طبعا يعني بسيط خالص، هنعرف بس في الاي دي والايدج، والمفروض نعرف حاجات تانية بس انا يعني فور اكزامبل يعني، فاعمل ديفايه اسمها باتن بار عشان اعمل مجموعه ازرار، او اعمل ديفايه واديها كلاس على باتن ايه داش بار. تمام، خدناها برضو، هحط جواها لينك كلاس بتاعها، هتظهر كأنها باتن عادي صح، وهديها لون اقول له باتن مثلا داش كار. كويس تمام، واللي هيتعرض فيها ايه قلت له هنكتب الاي دي ونقطتين، وهنكتب قدامها الاي دي بس هنعمله انجلر، هنيجي مثلا قايلين ايه حط هنا الاي دي، وبنفس الطريقه هعمل بس هعمل مين الايدج، وهنا هحط مين الايدج. الكلام جميل ده اللي مفيش، بس فيش الديتيل طبعا المفروض يبقى فيها تفاصيل اكتر من كده، صوره مش عارف ايه الكلام ده، بس احنا ايه بنظبط بس الاداء كده كام شاشه ونربطهم ببعض يعني فور اكزامبل، يعني بحيث اقدر احط التصور بتاعي بالكامل. ايون فيو دلوقتي انا هتنقل للكلاسز، معلش هتنقل للكلاسز، هحط جوه كلاسز ايون فيو، احط له فيو تايتل وهجيبه برده زي ما عملت في السويت بالظبط، وهنا هقول له الاين تايتل بتاعك هجيبه انجلر تايتل خلاص زي ما اتبعت لي، زي ما اتبعت لي يعني ده الاين فيو. جوه الاين فيو هعمل اين كونتنت، تمام الكلاس بتاعه هديله برضو بادنج نفس الفكرة قريبة جدا، كونتنت ستيبل ده اللون. كلام جميل، ده الاين كونتنت حلو قوي. جواها هعمل ديفايا هنت، هديها الكلاس هنت، عرفناه خلاص بيعمل كده. ما شفناهوش، ماشي سوري خلاص، هنشوف شكله عامل ايه. هو مجرد هنت يعني، يطلع هنت كده بسيط نوتس يعني، كل اللي انا عايز اكتبه اكتب نوتس هنا. انا اقول مثلا نوت كل النوتسين كده، ممكن احطها ما بين مثلا بي عشان تطلع بولد تقيله شويه، وجنبها نوت اكتب او مكتب نو اليرت showing for يعني مفيش اي حاجه بتظهر للاب dot classes dot details. زي انا المفروض ان نعمل حاجه اسمها اب dot classes details بس انا مش هنعمل دلوقتي يعني، مفيش بقى details للكلاس دلوقتي. when clicking مثلا مفيش اي تفصيل هيظهر لما تدوس على ايه لما ادوس دلوقتي على، المفروض ان انا اعمل برضو بالظبط يعني نظام برضو زي ما عملنا في السولد بالظبط نظام كاردز، والكاردز دي هتطلع ايه يعني فيها مجموعه من الكلاسز، والكلاس المفروض لما ادوس عليه يخش على تفاصيل، بس انا مش هعمل يعني مش هنعمل كده يعني نختصر بس، هو ده اللي مكتوب في النوت يعني. طيب هقوم جاي بقى اعمل ديفايه اللي هي الكلاس بتاعت الكارد، ديفايه كلاس كارد عملنا ديفاي بقى الايتم، ديفاي كلاس بتاعها ايتم، كلاس بتاعها عبارة عن ايتم وايتم تكست راب، ناقصة وبعد كده الـ UI السرف
هتبقى على app dot classes dot details، وهبعت له عشان يوصل للديتيلز المفروض ابعت له الاي دي بس، اقول له اي دي يساوي زيرو مثلا فاصل اولين، او احنا كلاس الاولاني، ممكن اقول الكلاس الاولاني ده اديله اسم مثلا وليكن كلاس الاولاني ماث. طلعت من الاولاني في الكارد الاولاني هاخد منه كوبي احط التاني واحط التالت، بس التاني هبعت له نوت بعته بواحد واقول مثلا كورس انجلش ست انجلش، ودي التالتة وليكن ساينس علوم. تمام، وحط بعد كده button button ده هديله class هيظهر في شكل button عادي، وهو في الأساس button block والbutton ده هنزله لون button positive. تمام، ولما يكليك عليه هنعمل ng click، يعني لما ندوس عليه هنروح فين يا عمي؟ قلت له هقول له go to students. دي طبعا ايه method لسه هن ايه هنبرمجها، هنروح لل students وما بين ال button و slash button هقول له هكتب هنا كلمة ايه show students او view students زي ما احنا ماشيين بـ view classes اللي عملناها قبل كده بالظبط، صح كده؟ ممكن اعمل hint اللي كنا واخدينه قبل كده، يعني اللي كنا عاملينه قبل كده، انت خد بالك لو مشينا على نفس السياق بين ميلي بتاع الـ students مش فاكر دوت؟ اه لغاية view ادي الـ button اهو بالظبط اللي هو الـ view classes، وهنا الـ hint ده ممكن ناخده برضه نفس الـ hint تحت الـ button بتاع view students، واقول له بس هنا view ايه view students، او دوس على students في التابز تحت. تمام كده، كلام جميل كده، نكون جهزنا الايه الاربعه views بتاعتنا، وجاهزين ان احنا نبدا نعمل ايه، وانا قافلين الكونتنت والفيو والسكريبت. حلو كده، مش مشكله خالص، احنا محتاجين الكنترولرز بقى الخاصة بالذات للستودنتس والكلاسز، هنحطهم في الاب بس نعملهم في فيديو تاني احسن.